أين هي الحقيقة الغائبة والأسباب؟ هل السبب الموردون كما شار أحد مسؤولي وزارة التجارة؟ أم أنهم بريئين من ذلك والسبب هو المستهلك كما يقول وزير الزراعة في تصريحه لجريدة الرياض؟ أم هناك طرف آخر وهو المضارب أو الموزع كما يقول أحد كبار الموردين والذي أكد لنا ذلك؟ ما هي الحلول التي تضمن حلا جذريا لا ننتظر بعده ارتفاع آخر قبل موسم الحج للعام القادم كما جرت عليه العادة؟